احنا بسعيدين باطلالتكم لينا. انتم بتنقلوا هذا الفرحة لربوع مصر كلها وللعالم كله ان سيناء آمنة. رسالتكم عظيمة من منبركم الطيب هذا نيابة عن القبائل العربية في مصر، محبي هذا التراث، تراث الهجن وتراث الآباء والأجداد، بنقل لكم رسالة حب وتقدير واحترام وامتنان إلى فخامة رئيس الجمهورية لرعايته هذا التراث الطيب واهتمامه بهذا الإرث، إرث أبائنا وأجدادنا، وأنه أول رئيس جمهورية في تاريخ أرض الكنانة مصر يحضر سباقات هجن ويهتم بهذا الإرث الطيب. النهاردة سباق الهجن ده يواكب أعياد سينا، أعياد تحرير سينا، ويواكب برضو الحمد لله إعلان رئيس الجمهورية بأن سينا خالية من الإرهاب. النهاردة عايز أقول لسعادتك هو يوم عيد حقيقي لسيناء، عيد حقيقي لأهل سيناء، بل عيد حقيقي لكل الشعب المصري، ان سيناء النهارده الحمد لله رب العالمين بتفرح، سيناء بتفرح بالاشتراك مع كل محافظات مصر. سيناء خاليه من الارهاب الحمد لله، وانت شايف بعينك كده المنظر الحضاري الجميل في سيناء، وكلنا ايد بايد مع الدوله في تطهير. الحمد لله دلوقتي الدوله اتنظفت من الارهاب، والحمد لله سيناء امنه، وكل مصر تتفرج على المنظر الحضاري اللي سينا موجودة فيه. بصراحة التنظيم السنة دي من أقوى التنظيمات اللي مرت على شمال سينا في نظام الهجن. يعني على مدى السنين بنسمع من أبائنا الأكبر وأجدادنا بيقولوا لنا ما فيش حاجة حصلت زي كده. بصراحة بسم الله ما شاء الله الناس جاية من كل مكان، كل مكان الناس متجمعين، بسم الله ما شاء الله، يعني صراحة حاجة حلوة جدا. ودلوقتي حتى العريش أحسن، في أوضاع أحسن، والملتقى ده بقالنا 8 سنين ما شفناهوش، ولا 12 سنة مش 8 سنين. وبالنسبة لنا الحمد لله كان وجهة مشرفة لنا وشيء كويس جدا، ونتمنى أن يتكرر كل سنة مرة ومرتين، وأسعدتونا بمروركم والحمد لله. أول مرة أجي وفعلا أكبر أكينا تحفة جميلة قوي، حلوة قوي. دلوقتي أمن وأمان وما فيش أي حاجة، هو الناس كلها موجودة. لا الحمد لله أحسن من الأول بكتير. حاجة جميلة جدا وحاجة مشرفة جدا 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 لشعب السيناوي ومصر بأكملها، وعلى مستوى العالم جميعا، وحاجة جميلة مشرفة جدا 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 جدا، واحنا في امن وامان والحمد لله احسن بكتير، وتقدم وازدهار وكل حاجه جميله. الدنيا هنا كويسه وامان، والدنيا رجعت زي الاول الحمد لله.